يقول: تصدر قرارات حكيمة ومتميزة من ولي أمرنا حفظه الله، وأثبتت قوتها وكفاءتها، إلا أن هناك من يقود حملات التشكيك والتشويه في كل ما يصدر، وخصوصاً فيما يتعلق بأمن وأمان البلاد أو تولية من يراه ولي الأمر كفءاً لبعض الأعمال. والسؤال جاءنا من وكالة الجامعة لشؤون المعاهد العلمية. لا شك أن هناك من ينفر، هناك من يبغض الخير ويبغض ولاة الأمور المسلمين ويبغض، فهذا ليس بغريب، هذا حتى في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على أيدي المنافقين وعلى أيدي ضعاف الإيمان، فعليهم هم أولاً أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويعلموا أنهم محاسبون عند الله سبحانه وتعالى عن هذا، وسيتحملون إثمهم وإثم من أضلوه، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه الأمور، وينصح بالابتعاد عنها، يحفظ نفسه ويسعى في حفظ غيره، هذا هو شأن المسلم. نعم.